في ناس بتشوف بعينيها، في ناس تانية ربنا حرمها من نعمة البصر، لكن برضو بيشوفوا بالنور اللي ربنا حطه جواهم علشان يقدروا يكملوا رحلتهم مع الحياة. بيشوفوا وكمان بيكافحوا ويشتغلوا، وعمرهم ما استسلموا لأي إعاقة. بالعكس، الإيمان اللي جواهم شادد حيلهم، والصبر اللي بيتمتعوا بيه بيقوي عزيمتهم. والنهاردة معايا نموذج رائع لمكافح صغير وجدع وشهم، طفل في عمره لكنه راجل في تصرفاته. ربنا حرمه من نعمة البصر، لكن ما حرموش من الحنية والإحساس بالمسؤولية بعد والده متوفى. مصطفى الجدع، مصطفى اللي قرر ان يكون راجل البيت رغم انه فقد بصره، قرر يشتغل علشان يسند امه واخته الصغيرة ويكمل تعليمها ويصرف على البيت. قرر يدينا كلنا درس في الصبر والايمان والجدعنة. معايا النهاردة الطفل الجدع مصطفى رفعت، ووالدته الست صنادق محمود، واخته رانيا رفعت. اهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. بيك يا فندم. ونورت يا مصطفى وشرفت. وانا سعيد جدا ان انا قاعد معاك يا حبيبي. انت نموذج جميل للجدعنه والرجوله والانسانيه، ربنا يحفظك. الله يخليك. اهلا بيك يا ست صنادق. ازاي حضرتك؟ حضراتكم منين؟ من محافظه كنا، مركز دشني. مركز دشني. جوز حضرتك كان شغال ايه؟ كان ارزق يعني. توفى من قد ايه؟ من 2016. يعني 2016 يعني 7 سنين تقريبا دلوقتي. كان مصطفى ساعتها عنده قد ايه؟ كان لي 6 سنين. لما توفى كان عيان؟ لا ولا اي حاجه، يعني سكتة قلبيه يعني. احنا وقاعدين بعد ما توفى الحياه كانت عامله ازاي؟ كان صعب علينا يعني. يعني اكيد طبعا كان في مشاكل. كان صعب يعني، كنا حالتنا يعني خالص صعبه والحمد لله ربنا بارك لي في مصطفى. مصطفى فقد بصره من قد ايه؟ عيونه يعني من يعني هو على كده اتولد كده؟ مولود ما بيشوفش. ايوه. طب قبل مصطفى ما يقرر انه يشتغل كنت بتصرفه منين؟ ما كملش الحكايه يعني، فما ما كانش فيه يعني، يعني ما كانت الحياه صعبه معانا يعني، معدي علينا صعب خالص خالص. امي وابويا متوفيين يعني، وما فيش يعني معانا ربنا يعني، ما فيش يعني، الحياة صعبة خالص معانا يعني. كانت ايه بقى يا بطل؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. انت عندك كم سنة؟ انا عندي 14 سنة. 14 سنة. ايه اللي خلاك بقى تنزل وتدور على الشغل؟ عشان ما خلهمش محتاجين حاجه. لما انت بدات تشتغل كان عندك كم سنه يا مصطفى؟ كان عندي حوالي يعني 10 سنين، 11 سنه زي كده. والدتك وافقت ولا رفضت لما قلت لها هشتغل؟ لا رفضت، بس يعني سبناها على الله وقلت اشتغل يعني. قولي بقى ايه الشغلانه اللي انت فكرت تشتغل فيها؟ يعني اشتغلت، كنت ببيع شوكولاته وكده، شيت حلويات. طب لقيت حد يديلك بضاعه تبيعها ولا في ناس رفضت؟ ايوه في ناس رفضت يعني، خايفان يعني، خايفه المكان، خايفه يعني ما اجيبش حقه. وانت عملت ايه؟ وانا صرفت في فلوس وجبت بضاعه. وبعدين عملت ايه؟ اعتمدت وقلت يا ام سهل، اتكلت على الله وربنا كرمني.
يوم كده ويوم كده، اتعدل الدنيا تتعدل ان شاء الله. يعني بتاخد كل يوم البضاعة بتاعتك بتروح تقف هنا، احكي لنا كده واشرح لنا. كنت ببيع في القطر يعني. في القطر؟ اه. تركب القطر؟ اه. وبتبيع للناس الزباين اللي فيه؟ اه. والناس كانت يعني بتشتري؟ اه، كان في اللي يشتري وفي لا. اللي انا ماشي من ده، اللي عايز من ده علي. ما حدش مثلا كل عليك قرش فلوس ولا حاجه، خد بضاعه ما دفعش ثمنها؟ اه في، ايوه في، يعني في اللي يديني جنيه ويقول لي ده 10 جنيه. وتعمل ايه ساعتها؟ انا اقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ما كنتش بتخاف وانت شغال كده يحصل لك حاجه تتخبط ولا حاجه، خصوصا انك انت بتشتغل في ظروف انك انت مش شايف كمان؟ والله يا استاذ عمري، يعني دي حاجه بتاعت ربنا، لو ربنا راد لي الموت هموت، نصيب يعني. بتشتغل كم ساعة في اليوم يا مصطفى؟ من 6 الصبح ل6 بالليل. طب قولي تقريبا بقى، كنت بترجع للوالدة البيت بقى ومعاك قد ايه تقريبا فلوس؟ يعني كان معايا 120 130. ما حاولتيش تعملي عملية يا مصطفى تشوفي يعني فيها ايه؟ قبل ابوه ما يتوفى يعني بعنا بيتنا وكشفنا، يعني قال لنا لما يكون يعني ابني يفتح مش مشكلة البيت، يعني ابيع البيت. بعنا البيت وقعدنا يعني نجري بيه وهو طفل يعني في اللفه صغير. وبعدين دكاترة ما حصلش نصيب، ما فيش، قالوا ما فيش امل يعني. حسيتي بايه لما قال لك انه هينزل يشتغل وبيشتغل في قطر وقطر بيتحرك زعلت فتره، وبعد كده بقيت افرح بيه يعني وفرحانه بيه ان هو داخل عليا وبيجيب لنا حاجات وبيصرف علينا ويدفعنا اجر شقه وكده يعني. بس اكيد لما بيتاخر عليكي وهو راجع بتقلقي. قلبي بياكلني والله، ويعلم ربنا بيه. انت اسمك ايه؟ مصطفى. بقى احكي لي عمل لك ايه بقى؟ ازاي انا عرفت ان هو يعني بقى قال لازم تكملي تعليمك وترجعي المدرسه؟ ايوه. كنت انت في سنه كام دلوقتي؟ رابعه. سنه رابعه. ومصطفى هو اللي بيصرف على تعليمك؟ طب وانت كملت تعليمك يا مصطفى؟ انا طلعت من سنه ثالثه. يعني انت طلعت عشان تشتغل لكن قلت لازم اختك تكمل تعليمها؟ ايوه، قلت انا مش مهم يعني، لا اهم حاجه يكون هم مبسوطين وانا مبسوط. يعني اقدر اقول ان مصطفى حضرتك هو اللي بيصرف على البيت وعلى مستلزمات البيت كلها وعلى مصاريف المدرسه؟ كل حاجه هو يعني سندي وحمايه وظهري وكل حاجه يعني، هو اللي بيوكلني وهو اللي بيشربني وهو اللي بيصرف عليا. ما فيش اي ليكم معارف او قرايب يساعدوكم؟ ولا اي حاجه. كان نفسك تروحي المدرسه ومصطفى خلاكي تروحي المدرسه؟ ايوه بروح دروس. مصطفى اكيد انت بتتعب في شغلك بتاع كل يوم ده، صح؟ ما تحب، بس الشقة مش عيب يعني ولا حرام. طبعا مش عيب ولا حرام، ومع واحد جدع زيك. والله يا ابني انا فخور بيك، والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة. انا ما شفت بجدعنتك دي ولا رجولتك دي ولا جمالك.
الله يخليك. انت جميل، وشك جميل يا ابني وروحك جميله والله العظيم. ربنا يا ابني يحفظك ويشفيك يا ابني ويرفع عنك. بارك لك يا رب ويخليك. بس انا يعني تعبان لك في الشغلانه، ان هو بيطلع وبيروح وبيجي راجل فيها شهم وجميل وعيل فرحان. طب انت عايزه تقولي لمصطفى ايه النهارده بقى؟ انا عايزه اقول ربنا يخليه كده ويخليه يا رب ويحفظه لي ويخليه يا رب كده ويبارك لي فيه يا رب. طب وانت يا راني عايزه تقولي ايه لاخوك مصطفى؟ انا برضك عايزه ربنا يخليه ويحفظني. والله ربنا يخليه لكم يعني. ربي يخليك. كل حاجة هو والله في دنيتنا، بس يلا الحمد لله يعني. مصطفى انت جميل وجدع وربنا يحميك. تحب تقولي حاجة نفسك فيها وتتمناها؟ انا نفسي في ربنا يشفيني ويفتحه ان شاء الله في وشي ان شاء الله يا رب بإذن الله. ربنا يشفيك ويرفع عنك. بصي انا هحاول يعني بعد اذنك هنحاول تاني دكاترة تانيين عندنا يشوفوه لو ما عندكيش مانع. اتفضل يا باشا عادي. بعد اذنك يعني. لا يعني كده. وبعدين احنا هنحاول كده نعمل يعني نعمل مشروع لي يكون مستقر كده يعني ثابت كده، بدل ما يتحرك كتير ولا حاجة، مكان في حتة ثابتة، بدل ما يركب الطبيق القطر ويريح جاي الناس تجيله، يبقى مكان ثابت كده و شوفوه. وايه تاني انت عايزينه؟ مش عايزه الله فضلك. انا عايزك تأمري النهارده. انا عايزه والله الامر لله، انا عايزه ربنا بس يبارك لي في مصطفى ويخليه لي كده ويحرسه لي يا رب. قول لي انا نفسي في كذا يا عمي، انا عايز كذا. لا ربنا يكرمني باي حي ان شاء الله، اي حي طيب من عند ربنا يكرمني بيها ان شاء الله. انت ربنا هيكرمك يا ابني يا اخي الكرم. بص انا عايز اقول لك حاجه، انا عامل الحلقه دي النهارده عشان اكرمك، والحلقه دي بيشوفوها ملايين، وانا حبيت اقول للملايين دول كلهم ان مصطفى ده انسان جدع وراجل 14 سنه، لكن بعد ابوه ما مات رغم انه فاقد بصره ما بيشوفش، بينزل كل يوم من 6 الصبح بيكد ويجدح عشان خاطر يصرف على امه وعلى اخته. بذمتكم ده بطل ولا مش بطل؟ بذمتكم ده جدع ولا مش جدع؟ بذمتكم ده مش يستاهل ان احنا نكرمه ونقول له برافو عليك ولا لا؟ ده ولد في منتهى الرجوله، وولد في منتهى الجدعنه، وولد في منتهى الشهامه. وانا مهما قعدت اعدد النهارده واتكلم على مصطفى، انا يا ابني مش هوفيك حقك، بس انا عايز اقول لك، انا عايز ابوس راسك واقول لك انت بطل جدع. وانا عايزك تقف معايا كده، تعال اقف معايا كده. الكاميرا فين وانت واقف كده؟ فين الكاميرا بتاعته؟ الراجل ده مصطفى ده جدع وراجل وانسان عظيم، بيعول امه بعد وفاه ابوه، وبيصرف على اخته عشان تكمل تعليمها اللي هو ساب تعليمه. ربنا يكرمك ويحفظك، و احنا كمان عايزين نشوف موضوع تعليمه. احنا بعد الحلقه هنتكلم شويه. خلاص يا مصطفى انت نورتني. نورك يا باشا. وانا اتشرفت جدا بيك. نورك والله نورت وشرفتك. نورتين. نورك. عايزه تطلعي ايه؟ عايزه اطلع دكتوره زي ما قال مصطفى اخويا. ان شاء الله تطلعي دكتوره، واللي هيدخلك كليه الطب اخوك.
وانت نفسك في ايه يا حاجه؟ نفسي ان ربنا يحرس لي مصطفى ويخليه لي كده ان شاء الله، ومش عايزه حاجه ثانيه يعني من الدنيا، يبقى هو حماية وظهري وسندي يعني كل حاجه. والله زرعتي وحصدتي يا حاجه ان شاء الله، زرعتي وحصدتي، ربنا يكرمنا ان شاء الله بيه، ومش عايزه اي حاجه من الدنيا. ربنا يبارك لك فيه ان شاء الله. انت طيب. انا حبيت اقدم البطل الجميل مصطفى ده نموذج رائع بنكرمه النهارده في واحد من الناس. بشكركم جدا.